مرحبا أعزائي المشاهدين، نلتقيكم مجدداً بحلقة من برنامج رموز، واليوم راح نحتفل وياكم باليوم العالمي للإذاعة. كونوا ويانا وتفاصيل أكثر. بدأ أول بث إذاعي في العراق سنة 1932 من بغداد، حيث سمعت الجماهير الكلمات التي قالها فائق شاكر مدير البريد والبرق آنذاك. السابعة تماماً في بغداد حسب التوقيت المحلي. صوت الجماهير من بغداد. وعيد البث من جديد سنة 1935، تضمن البث أغاني سليمة مراد ومناقشات وقصائد وموسيقى. وأوائل المذيعين الذين عملوا في الإذاعة هم حسين الجيلاني ومحمد عبد اللطيف، وكانت الإذاعة العراقية ثاني إذاعة بعد إذاعة القاهرة. وأهم البرامج التي بثت آنذاك: نادي الإذاعة وعراقنا الرياضي، حذاري من اليأس، وبرامج أخرى. أما الإذاعة الكردية فقد تأسست سنة 1939، وكانت ثالث إذاعة بعد إذاعة بغداد وإذاعة قصر الزهور الملكي. بدأ البث في الإذاعة الكردية بواقع 15 دقيقة فقط، وكانت أغاني المطرب علي مردان أولى الأغاني التي بثت في الإذاعة. سنة 1941 تقرر تمديد فترة البث في الإذاعة الكردية، حيث شملت الأغاني والبرامج الثقافية والدينية وغيرها. سنة 1954 قفزت الإذاعة الكردية قفزة مهمة إلى الأمام، حيث تم تخصيص فترة الصباح إضافة إلى الفترة المسائية التي كانت محددة آنذاك. وأهم الأصوات الغنائية الكردية التي سجلت في الإذاعة الكردية هم علي مردان، حسن زيرك، محمد عارف جزراوي، سعيد آغا جزراوي، عيسى البرواري، نسرين شيروان، الماس خان، فوزية محمد، وغيرهم الكثير. لم تكن الإذاعة الكردية محصورة على المطربين الكرد في العراق، بل شملت تسجيل أغاني المطربين الكرد من تركيا وإيران وسوريا وغيرها. بهذا أعزائي المشاهدين نكون قد أنهينا حلقتنا لهذا اليوم. أتمنى أن تكون الحلقة راقت لكم. انتظرونا في حلقات أخرى. تحياتي.